السلام عليكم. هذه الإقامة تقع في مدينة مستغانم، في وسط المدينة تاع مستغانم، وهي تنقسم إلى قسمين. الجزء الأول فيه 3 أو 4 طوابق مخصصة لمركز تجاري ومكاتب، والجزء الثاني اللي فيه مخصص للسكنات، يعني شقق. وكما قلنا في السابق، العمارة هذه ليست بالعالية جدا، لكن الجانب الإيجابي منها، من هذا النوع من الإقامات، هو إضافة إلى النسيج العمراني للمدينة، ويعني هو يدخل في إطار العملية تاع التجديد، يعني لموبيلي أوربان، إذن تجديد نتاع الإرث العمراني للمدينة. في كل مدن الجزائرية لاحظت هذا الشيء، أنه العمارات الجديدة بدأت تأخذ مكان العمارات القديمة الموروثة عن الاستعمار أو ما قبل الاستعمار. إذن فيها عملية تجديد نتاع البنايات داخل النسيج العمراني في أغلب المدن الجزائرية. العمليات يعني هذه تاع التجديد هي عندها يعني وتيرة مختلفة من مدينة إلى أخرى حسب عوامل الجذب السياحي والجذب يعني الاقتصادي، يعني حسب المناطق اللي عندها جذب تجاري كذلك. إذن فيه عملية تاع تجديد الإرث المعماري نتاع المدن في الجزائر، وهذه عمارة تقع في وسط مدينة مستغانم تدخل في هذا الإطار. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.